العاصمة الرباط تحتضن الحدث يوم عيد الأضحى المبارك. إقصائيات كأس العالم روسيا 2018. المنتخب الوطني المغربي في مواجهة منتخب مالي. أسود الأطلس بقيادة هيرفي رونار أمام فرصة لتحقيق أول فوز له في مجموعته بالتصفيات، يمهد الطريق نحو روسيا. المنتخب الوطني المغربي منتخب مالي مباشرة من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الجمعة فاتح شوفنبر بداية من الساعة 9 مساء على قناة الأولى والأولى HD الرياضية والرياضية HD. كما يمكنكم متابعة هذه المباراة على موقع SNFT Live.